أنا مثلا متتبع كان شفتها في هذا البث الجديد من مدينة أبطال بيضاء، ذهب بالسلامة واحد الحادثة أديال السيارة بين جوج أديال السيارات بمنطقة المعايف، لا أن ما كانش خسائر بشرية لكن كان خسائر مادية على مستوى السيارات. لم تتبع كان شفت فيه الحمد لله أن ما كانش خسائر بشرية لكن كان خسائر لمستوى سيارتين، خسائر مادية كبيرة. الحمد لله تتوجه معنا تدخل ديال الإجهاء الأمن لتأمين مكان الحادث وباش يديروا المعاينة ديال هاد الحادث هذا. دائما تتبع كان شفت فيه أن معظم الناس سائقين أنهم انتابهوا أثناء السياحة ويمشيوش بواحد السرعة مفرطة ويحترموا القانون السير ويوقفوا في الإشارات الضوئية، يكون واحد المراقبة على المكان الحالة المكان ديال السيارة من ناحية الفرامل، هذه وحدة بالدارجة، المراقبة ديال الإطلاقات ديال الإبعاد ديال الزيت ديال الإبعاد، المراقبة ديال الفلوات. الإنسان اللي يكون سايق يتفادى أنه يصاب بيد وحدة، هذه من المسائل الخايبة في لحظة بعض الناس يصاب بيد وحدة أو لما يعس الإنسان، لأن السياقة تخسر تصاب على حقها وطريقها. يمكن كنشوف طريق قدامي مزيان، طريق تكون واضحة قدامي، صيد بجوج يدين بالطريقة المعمول بها عالميا، لأن كاين بعض المسائل صغار في السياقة إلى ما ردناش البال غيقدروا يديو بينا إلى ما لا يحمد عقباه. تشوفوا أن واحد السيارات اللي خرجت تماما على المسار ديالها. الحمد لله أن ما كاينينش خسائر بشرية في هذه الحادثة، هذه السيدة هذه وهذا السيد اللي داوى الحادثة نحفظهم الله. بالطبيعة أنا شفت في إن الله تحفظنا في اللحظات، إن شاء الله غير الآن في مباشرة جديدة في الدار البيضاء، منطقة المعايف، وتتعرف في اللحظات وهذه الحادثة أدي الصور ما بين جوج أديال السيارات. الحمد لله أن ما كاينينش خسائر بشرية. تبداو تشوفوا إجا الأمن مشكورين العمل الضباط يقوموا به ليل نهار أنهم يدخلوا على الخط باش يأمن السيد المعاين مكان الحادث ويقوم بالمسطرة القانونية المتبعة. تبدا أن ما كاينش خسائر بشرية لكن كاين خسائر مادية كبيرة على مستوى السيارتين. تبداو تشوفوا أن أحد السيارات اللي فقدات اللي خرجت تماما على المسار ديالها. نرجو من الناس المتبعين اللي معنا في المباشر أو اللي غنشوفو المباشر من بعد أنهم ينتبهوا، جميع السائقين ينتبهوا سواء سائقين أو سائقين مهنيين، أنهم ينتبهوا أثناء السياقة ويمشيوش بواحد السرعة مفرطة، خاصة أثناء السياقة بالليل. وتكون واحد المراقبة مداومة على الحالة الميكانيكية ديال السيارة، نقلبو كيف قلنا لي بلاكيت ديال الفان، الزيت ديال الفان، نقلبو البلوات، تبدا تشوفو الحالة الكارثية اللي أصبحت فيها هاد السيارة. دائما تتبع قناة شوف تيفي المزيد من الحيطة والحوضة أثناء السياقة. تتبع قناة شوف تيفي كيفاش في المباشر الذي في الدار البيضاء بالضبط من منطقة المعايير، تتعرف اللحظات اللي حدثت سيئة.
لدي مجموعة من السيارات، يقول لا أنا لديش خسائر بشيء، لكن خسائر مادية بعد الشغل. لن دائما تستطيع مزيد من حيث الحرائق أثناء السير. لن تتبعينا إلى هنا، فليغنوا لكم شكرا لكم على حسن المتابعة. إلى اللقاء، بشيء آخر إن شاء الله.